احتجاجية بمستشفى لحبيب بورقيبة بصفاقس. جبهة 17 من ديسمبر تطالب برحيل والي سيدي بوزيد. التيار الوطني الديمقراطي يواصل عقد مؤتمره لليوم الثاني على التوالي. تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي. ما زالت مشاكل نقبي قطاع الصحة بصفاقس مستمرة مع الإدارة والمسؤولين، فاليوم نفذ أعوان الصحة والنقابيون بمستشفى لحبيب بورقيبة وقفة احتجاجية للتنديد بما أسموه محاولة الإدارة ومن خلفها الوزارة التراجع عن المكاسب التي حققوها، مكاسب تتمثل في محاضر الجلسات التي تم توقيعها منذ مدة. التفاصيل مع غازي بن علي. عدد هام من أعوان الصحة شاركوا اليوم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الأساسية بمستشفى لحبيب بورقيبة من أجل مطالبة الإدارة بالالتزام بتعهداتها تجاه الأعوان وتطبيق ما جاء في محاضر الجلسات الممضاة مع الطرف النقابي، وخاصة المتعلقة بالعمل الاجتماعي وتنديدا بحرمان أعوان الصحة من إحياء يوم العلم. المدير العام يقول أنه الوزارة أمرته بإلغاء يوم العلم، معناتها وصلوا باش يحرموا أعوان الصحة باش يحتفلوا بالعلم وبيوم العلم. هذا إجراء غير إنساني، وإحنا بالنسبة لنا يوم العلم والاحتفال بأبنائنا هو ينطلق في إطار الحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما حبوا يضربوا العمل الاجتماعي، كما ما حكيت 70 دينار اللي هي من المفروض من فيفري 2002 وتوقع دي نسمع وكوني من جويليا، معناتها كل عون الصحة مش يقع خسارة ب 520 دينار. كل مستشفى راهو عنده خصوصيته، والنقابة هي اللي تفاوض الإدارة، وكل اتفاق وكل محضر جلسات لازم تطبق. ما رانا أن سي الوزير هذا اللي يتحكم في الجانب الاجتماعي، وهذا خطير. قعدنا مع السيد المدير العام وجلست معاه وعطاه وقال بانه متراجع على كل شيء، والدليل طلعنا له حتى بالبنوات باش يصح فيه نتاع اسمه لورونتري سكولير ونتاع اسمه الجوائز هذه، تراجع وما حبش يصح وقال لا انا عارف، قال لا ما تصحش. وضعيه عماله الحظائر والاعوان الذين تم ارجاعهم الى سالف عملهم بعد الثوره بقيت على حالها بالرغم من مرور اكثر من عام على امضاء اتفاق في شانها. احنا نطالبوا بدماجنا على الاقل 120,000 باش مشتمل مش مستعمل لنا ولا 235 مش مستعمل. أعطانا السي المدير جاوي عملنا بريس فونكسيون إعادة إدماج، وبعد يجي يقول لك أعمل عقد. تو بالله واحد عمره 50 سنة تو وثم أقل واحد فينا عمره 42 سنة، إيش معناتها يعمل عقد؟ فهمت؟ تو عام وشهرين وماخذين الشهرين. النقابة الأساسية دعت في بيان لها إلى تنفيذ إضراب يوم الخميس 6 سبتمبر في صورة مواصلة الإدارة محاولاتها ضرب مكاسب الأعوان. نبقى في صفاقس، فقد تم صباح اليوم إطلاق سراح موقوفين من أبناء الحنشة من بين الثلاثة الذين تم إيداعهم في السجن، منهم الناشط السياسي زهير الغربي، فيما بقي موقوف واحد في انتظار استكمال الأبحاث. انعدام التواصل والحوار مع مكونات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب بالجهة، هذا هو السبب الذي طالبت من أجله جبهة 17 من ديسمبر للقوى التقدمية برحيل والي سيدي بوزيد. هذا وتحتج مكونات الجبهة على غياب أي مؤشر يدل على الشروع في تنمية الجهة المحرومة. ريبورتاج بوخضر حاجي. أعلى نسبة في الأمية في ولاية سيدي بوزيد، أعلى نسبة للسكان تحت خط الفقر في ولاية سيدي بوزيد، ولكن ثلث الاقتصاد التونسي من الخضروات والإنتاج الغذائي يأتي من هذه الولاية. لم يتغير وجه التنمية في مدينة البوعزيزي بعد أكثر من سنة ونصف على الثورة. جبهة 17 من ديسمبر للقوى التقدمية الديمقراطية طالبت برحيل والي الجهة. سياسة الوالي متمثلة في عدم حياديته في الإدارة، في معناها انحياز الكل لحركة النهضة وتهميش وإقصاء لكل مكونات المجتمع المدني. وصل عدد الموقوفين في هذه الولاية قرابة 40 موقوفا منذ جوان الماضي، ما زال 6 منهم على ذمة التحقيق، وذلك إثر الإضرابات الأخيرة. إلى حد الآن ما زال عندنا موقوفين، عندنا عمال مقاطع الحجارة بجمال موقوفين منذ 4 جوان، عندنا كذلك شباب الحظائر موقوف منذ الاحتجاجات الأخيرة. صيحة فزع أطلقتها بعض القوات التقدمية
بخصوص تردي أوضاع الخدمات في ظل غياب الحوار مع السلطات الجهوية. أعرف أنت في سيدي بوزيد لا مجلس جهوي للتنمية، لا مجالس محلية للتنمية، لا الولاية الوحيدة ما فيهاش نيابة خصوصية خاصة بالبلدية. 8 نواب في المجلس التأسيسي عن ولاية سيدي بوزيد، البعض منهم في عزلة تامة مع ولي الجهة. 8 أعضاء منهم 6 خارج ترويكا، فهمني؟ فما يناديهمش، ينادي إلا اللي وليه، أما اللي موليش واللي ينقضوا ما يناديشه. ولاية غيرت وجه العالم حسب المراقبين، لا يزال سكانها ينتظرون أول لفتة بعد عام تقريبا على بداية اشتغال الحكومة الشرعية. من المتوقع أن يتم مساء اليوم الإعلان عن تركيبة قيادة الحزب الجديد للتيار الوطني الديمقراطي الذي يتواصل انعقاد مؤتمره، مؤتمر كان افتتح مساء أمس وضم حركة الوطنيين الديمقراطيين إضافة إلى حزب العمل الوطني الديمقراطي شق محمد جمور. هذا ومن المرجح أن يكون تعيين القيادة الجديدة للحزب توافقيا لا عن طريق الانتخاب، كما سيتم الإعلان عن البرامج واللوائح التي تمت مناقشتها طيلة عمل اللجان. التفاصيل مع سعيدة طرابلسي. هؤلاء هم مؤتمرون اجتمعوا اليوم في عدة لجان للتشاور حول التركيبة القيادية للمؤتمر التأسيسي الموحد للتيار الوطني الديمقراطي. المشاركون في هذه اللجان أكدوا أن المشاورات تستثني مبدأ القيادة العمودية ذات الرأس الواحد، في حين تتبنى مبدأ التوافق. توجهنا في هذا المؤتمر الموحد سيكون على الأغلب توافقيا، فيه أمين عام، فيه نائب أمين عام، فيه مقرر للمكتب السياسي سيكون مكلف بالإعلام الداخلي داخل الحزب. وعن البرامج واللوائح المزمع المصادقة عليها بعد انتهاء اللجان من عملها يحدثنا أعضاء المؤتمر التأسيسي. بالنسبة للوائح، قلت لكم ثم 21 لائحة بشكل عام، النجم نحوصل أهم اللوائح خاصة المربوطة بالعناوين الكبرى المرحلية. اليوم نحن لأول مرة نخصص لائحة تتعلق بالمسألة الدينية. ويأتي عمل هذه اللجان بعد أن افتتح مساء أمس الجمعة المؤتمر التأسيسي الموحد بين حزب الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي بحضور عدد كبير من السياسيين والضيوف. هو أهم ما يمكن يخرج به المؤتمر هذا هو أنه المؤتمر التوحيدي بين بعض فصائل من الوطنيين الديمقراطيين، يلزم يكون لبنة من لبنات التأسيس لحركة وطنيين ديمقراطيين أوسع. مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تسعى مختلف الأحزاب إلى التوحد في جبهات سياسية موسعة لتعديل موازين القوى في البلاد، لكن تبقى مسألة صراع القيادات العائق الأبرز في هذه التحولات، فلا شيء يبدو واضحا إلى حد الآن حول منصب شكري بالعيد في هذا المؤتمر التوحيدي. علينا أن ننهض ونتحد تحقيقا لأهداف الثورة والحياة لشعب كذا. الاستقلالية وحرفية الأعضاء وتشريك جميع الأطراف المعنية والمختصة هي شروط ضمان محكمة دستورية مستقلة ونزيهة. هذا ما أكده أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المنتهية مهامها شفيق صرصار. صرصار أشار أن تعيين أعضاء المحكمة يجب أن يكون مرة واحدة غير قابلة للتجديد، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين والقضاة الأمريكيين. الأستاذ شفيق صرصار يقدم المزيد من التوضيحات حول الموضوع. بالنسبة للصلاحيات، يلزم هذه المحكمة تكون قادرة على أن تمنع صدور أي قانون غير دستوري، تستطيع أن تلغي أي نص غير دستوري صدر ولم يقع التفطن إليه. ثم ثلاثة، إذا كان رئيس الجمهورية يقوم بانتهاك من انتهاك الدستور، يجب أن نمكن هذه المحكمة من وقف هذا، وهذا عبر إجراءات خاصة تسمى إجراء اتهام الرئيس أو إجراء عزل الرئيس. هناك اختصاصات أخرى معناتها كونيكس ملحقة بهذا، بها إذا اكتمل كل هذا إذن عن المعايير في التركيبة وعن معايير الاختصاص، وقت يكون عنا هيك محكمة أو قضاء دستوري حقيقة. هي زيارة مساندة لاعتصام صحفي وعملة دار الصباح نفذها ممثلون عن بعض الأحزاب ومكونات المجتمع المدني إضافة إلى أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي.
الاعتصام كان قد انطلق أول أمس احتجاجا على التعيين الفوقي للطفي التواتي مديرا عاما للدار، هذا ويلوح صحفي الدار بالإضراب يوم 11 سبتمبر في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم. سهام المحمدي والروبورتاج التالي. هؤلاء أبناء دار الصباح يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، أحزاب وجمعيات على اختلاف أطيافها تساند الاعتصام ومطالب الصحفيين باستقلالية الدار والإعلام بصفة عامة. العملية ذي معناها متاع دار الصباح ما تبشرش بالخير، وذاك علاش جينا وقفنا، والقضية هذه زي ما تكون مثال ويكون معناها بصفة واضحة نبعثوا رسالة للرأي العام وللقوى السياسية اليوم في الحكم اللي راهو تونس عامل الثورة، والإعلام باش يكون من أهم السلطات الهامة في بناء المسار الديمقراطي لبلادنا. حزب حاكم حب يتغول دقدق القضاء، تحول الإعلام باش يمشي للمحاماة باش يدجن كل شيء، يا تخدم معايا ولا أنت ضدي. إن كانوا يريدون ديمقراطية صحيحة في تونس عليهم أن يتركوا الإعلام يعمل باستقلالية. رابطة حقوق الإنسان قالت إن جميع المؤشرات تؤكد أن السلطة تريد وضع يدها على الإعلام. وأنا شخصيا كنت نقول خليها تحكم السلطة هذه، المفيد تلبي معناها مطالبنا بإرساء دولة مدنية وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن كل مرة نحطوا دينا على حاجة اللي تثبت أنها ماشي تحب ترسي نظام إسلامي بزبلها، هي مهماش حكاية الحريات، يهمها كل شيء يكون تحت يديها. حرية الصحافة ليست أولوية للصحفي وإنما هي حق للمواطن، وهو ما يتطلب التفاف الجميع من أجل افتكاك هذا الحق، على حد تعبير آمنة منيف رئيسة حركة كلنا تونس. احنا نعتبروا اللي المعركة نتاع الصباح ماهيش معركة دار الصباح، ماهيش معركة صحفيين فقط، هي معركة كل المواطنين التوانسة. إذا كان ما يحبوش ندخلوا في منطق ديكتاتورية جديدة فيها معناها الأفواه يلزمها تتسكر، فيها علاقة قوة وعنف مع حرية التعبير. نفس جديد يذخه أبناء دار الصباح للصحفيين عامة والمجتمع المدني أيضا، فحرية الصحافة هي أساس أي ديمقراطية تذكر. في مجال الإعلام والصحافة أيضا، حيث تشهد الأوساط الإعلامية والحقوقية في تونس جدلا ومخاوف كبيرة من المحاولات المتتالية للسيطرة على مجال الصحافة والإعلام من قبل أطراف في الحكومة المؤقتة. رياض الحدوري رصد من خلال هذا النقل آراء الإعلاميين في قفصة حول هذه التهديدات. جل العناوين والأصوات في كل وسائل الإعلام أجمعت على أمر واحد، حرية الإعلام في خطر. بعض الصحفيين في جهة قفصة أكدوا أن هناك تهديدا لحرية الصحافة. التهديد موجود أكيد، لكن أرى أن المسؤولية أولاً وبالأساس على الإعلاميين، وثانياً بخصوص السلطة عليها أن تراجع حساباتها جيداً، باعتبار أن الإعلام كما قلت يحتاجه الجميع، دوره معروف. الإعلام هو الذي يكون مرآة عاكسة للمجتمع ودوره نقدي معروف. فيما رأى البعض الآخر أن هذه الممارسات تذكر بعهد ما قبل 14 جانفي. ما نشهده اليوم يذكرني ويذكرنا جميعا بالممارسات التي كان يتبعها النظام قبل 14 جانفي، خاصة من بين أنه كان النظام السابق كل من يتكلم، كل من يعبر صراحة عن موقفه تكون هناك ملفات قضائية حاضرة لتقديمها وتقديم هذا الشخص المحاكمة. ما جرى في دار الصباح كلها شواهد تؤكد أن هذه الحكومة ساعية لوضع يدها على ملف الإعلام لما فيه خدمة لمصالحها ومقدمة لتحضير العمليات الانتخابية السابقة. أمام هذا الوضع الذي تمر به صاحبة الجلالة أصبحت المسؤولية ملقاة على أصحاب المهنة. المسؤولية تقع على الإعلامي نفسه، لابد أن يكون حريص حرص كلي، ولابد أن يستميت استماتة كبيرة جدا أمام ما تم تحقيقه إلى حد الآن من مجال في مستوى حرية الإعلام. أي تراجع باش يمثل ردة، والردة هذه باش تجعلنا نرجع للي كنا فيه إذا ما رجعناش إلى مناطق يعني أكثر ظلام و
وأكثر ظلم وأكثر مصادرة للحرية. لابد من توحد الإعلاميين. احنا نستطيع أن نختلف في الإيديولوجيات، نختلف في النظر للمواضيع، نختلف في الانتماءات، ولكن لابد أن نتفق في أن الحرية مقدسة، والحرية لابد من المناضلة من أجلها، ولابد من الاستماتة للدفاع عنها. إن هذا التململ في الأوساط الإعلامية، خصوصا إذا ما تعلق الأمر ببعض التعيينات على رأس بعض المؤسسات الإعلامية، يكشف بوضوح على تغييب أصحاب الشأن خاصة الهيكل النقابي. وعلى العموم، إن كان هذا الأمر عابرا أو مؤقتا، فإن السلطة صارت مدعوة لمراجعة بعض المسائل خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات وطريقة التعاطي معها. إلى جندوبة والكوارث الطبيعية، فإنشاء مركز إقليمي لمجابهة هذه الكوارث كان واحدا من بين العديد من المقترحات التي طرحت اليوم في اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بمقر ولاية جندوبة. المشاركون في الاجتماع ناقشوا أهمية الوسائل الاحتياطية والوقائية لمجابهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى تداعياتها الخطيرة على غرار الانزلاقات الأرضية خاصة في منطقة جندوبة في ظل النقص الفادح الذي تعانيه الجهة للمعدات اللوجستية لمجابهة هذه الكوارث. عاملين يعني لجنة يعني في الإدارة العامة للسدود والشغال المائي الكبرى، يعني باش تراقب يعني المنسوب يعني اللي داخل السدود هذية، باش نطيحوا من المستوى المخزون، باش الفيضانات حتى كان جات يعني ما تتقبلها السدود هذية. تتكرر في الفترة الأخيرة الأيام الدراسية والندوات المتعلقة بالتعريف بآليات وسبل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ندوات يشارك فيها مختصون في المجال ورجال أعمال وممثلون عن البنوك، إضافة إلى الراغبين في بعث مشاريع. نور الدين السعيدي تابع الندوة التي عقدت بسيدي بوزيد حول هذا الموضوع. بعث المشاريع الخاصة في شكل مؤسسات صغرى ومتوسطة يمثل بحسب المتتبعين للشأن الاقتصادي عاملا رئيسيا في تطوير الاقتصاد ودفع التنمية وتوفير أكثر فرص تشغيل. الاستثمار للحساب الخاص يجب أيضا أن يعتمد على مشاريع ذات قيمة مضافة حقيقية. نحن نحب اليوم شنية المشاريع اللي هي دائمة واللي هي تنجم تشغل أصحاب الشهادة العليا، هذا ما ينجم يكون إلا عبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة. عوائق مختلفة قد تحول دون بعث هذه المشاريع، صعوبات تتعلق بالباعث ومؤسسات التمويل على حد سواء. فهذه في نطاق الإعلام، ثم قصور في نطاق الإعلام في خاصة أصحاب الأفكار وأصحاب المشاريع الصغرى أصحاب الشهادة العليا، ثم قصور في الإعلام وفي تبليغ إمكانيات الاستثمار. فهمتني؟ ما ثمش كل التبليغ المباشر خاصة على المستوى المحلي، تجي على الباعث على إيجاد، خاطر ضبط عنده فكرة ولكن عنده قصور لأنه ما عارفش كيفاش يدخل منين يدخل منين يخرج. فهمت كيفاش العملية؟ إذا كان هو يتوفر له المعطيات كاملة يولي هو يتشجع، فهمت، في بعث المشاريع. عملية الاستثمار لابد أنها هناك عوائق تمر بها لبعث المشاريع. العوائق هذه نجم نلخصوها في عناصر. العنصر الأول هو عنصر إداري، هو الفساد اللي مازال متراكم واللي مازال موجود في الإدارة. لابد من دعوة البنوك العمومية خاصة للإسراع في تمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسات الصغرى المتوسطة. أفكار المشاريع متنوعة والعوائق عديدة، والحلول تبدو لدى البعض أكيدة في إعادة النظر في آليات التمويل وتنظيمها. ضعف في المداخيل مقابل كثرة في الأداءات يعاني منها أصحاب المراكز العمومية للإنترنت بالسواسي من ولاية المهدية. أسباب هذا الإشكال تعود أساسا إلى التراجع الكبير في نسبة الإقبال وضعف شبكة الإنترنت. مشاكل عدة خلقت مدا وجزرا بين أصحاب هذه المراكز والإدارة. السحب فرش. تشكيات عديدة من طرف أصحاب المراكز العمومية بمدينة السواسي للأنترنت لضعف تدفق الشبكة، يقول آخرون إنها منعدمة، وفي ظل غياب المداخيل كيف يجابه أصحاب البيبلينات مصاريفها؟ والله الواحد والله يخدم الشارج أكثر من مداخيل، مصاريف أكثر من مداخيل. عندنا توكي حكاية شهر ولا شهرين البروبليم ولات في السواسي، خاصة في السواسي
مجموعة كبيرة من الليني مضروبين الأكثرية، ثم اللي كارت نتاع على دي اس ال فعلى السويسي مضروبين، تجي تحل تخدم شوية تخدم الكونكسيون حكاية معناتها خمسة دقائق وتقص خمسة دقائق، بحيث الكليون كي يجي مش يبقى يخدم شوية على الانترنت ما ينجمش يخدم، يخدم شوية يخرج، تقص عليه الانترنت مرتين ثلاثة يخرج، أكيد يخرج ما يبقى حتى شيء، الواحد هو اللي يحل الصباح ويسكر العشية من غير حتى مدخول، وفي الأخر يخلص شارج، يخلص التليكوم، يخلص الإكزابايت، يخلص، بقينا نخلص وك هو. كلمت المسؤولين كل كي كلمت لي سيرفيس تكنيك كلمت التليكوم كلمت كل واحد يكلمك يعدي كل واحد آخر اطلب هذا هاو رقم مسكر هاو الاخر يعلق عليك هانا جينا هاو غدوة هاو بعد غدوة يعدوك بحيث جمعة كاملة هم يمنوا فيك وما يجيش حتى واحد في الاخر باش يرقل لك يشوف لك الوضعي مالور أن الأكثرية اللي حلين دي بيبلينات هذوما المحلات الإعلامية وكل من أصحاب الشهادة العليا معناه نورمالمون الدولة تفرح أن الشارج أموه على الأقل باش ينقص عليه، لكن الفسواسي عكس الشيء هذا، معناها كل شهر يجونا يقصوا علينا الجمعتين ثلاثة جماعة بحيث الكليون أنك توصل باش تخسر كليونات، ما عادش باش يجيك حتى كليون، أون بليس كو سا الجم قداش بعيد علينا 17 كيلومتر و 16 كيلومتر كونيكسيون معناتها إذا كانت تقص 8 ميجا سي تلقى 7 ميجا 8 ميجا، فسواسي إذا كانت تقص 8 ميجا راك باش تلقى 4 ميجا مش 3 2.5 معناها فماش، احنا تلقى نفرسوا في السبت ولا حد باش نجموا نخدموا. لي شهر جماعة فوق متاغ أنا في شهر أوت ما خدمت شيء في شهر أوت خدمت جمعة معناتها في العيد قص علينا شهر قص علينا معناتها جو في العيد وقصوا جمعة كاملة وبعد تالي قبل العيد قاسين جمعة بحيث خادمين جمعة في أوت خادمين جمعة برك حتى رواد هذه المراكز العمومية تضجروا من ضعف تدفق شبكة الانترنت بلنات هذه يمكن ربع بلنات نزيلها تو كونكسيون طايحة على الدخل بس الرسم وبس عنا فوية وعنا بليزير شوزو معنا بلزمة واحد كونكسيون بليجي ولا تو ولت مش معقول لما يابطش الواحد الجنب بشي كونكتي ولا يابط الأقرب بلاسة بشي كونكتي مش معقول لازمنا برجولي لازمنا معنا عناية في الكونيكسيون لازمة في بلادنا لازم الكلي نحكو على الكلي ما نحكيش على الكلي خاطر برجولي ما يمشي جملة واحد لا في الأورانج لا في التليكوم دخلنا للدار نفس الحكاية أخي واحد يدفع في فاتورة وفلوس وكذا على هو ما يكونكتيش عدى الوهم دخلها كونيكسيون يقول هؤلاء هل أن عدوى المحسوبية هي الأخرى طالت شبكة الانترنت بمدينة السويسي؟ وللطفل نصيبه في الحقوق والحريات فتدريب الطفل على المطالبة بحقوقه وممارستها في بيئة سليمة هذا هو الهدف من المخيم التدريبي الأول للأطفال بجابس المخيم انطلق في 27 من أوت ويستمر إلى غاية 5 سبتمبر الجاري بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالجهة مزيد عن هذا الموضوع مع المشرفة على المخيم أحلام بن عون المخيم التدريب الأول للأطفال بجابس هي امتداد لتظاهرة عملناها مع في الأيام الثقافية الفلسطينية جسور تندرج في نفس الإطار اللي هو نشر الثقافة الحقوقية وفكر مواطنة لدى الأطفال تدوم التظاهرة هذه 10 أيام تقسمت على زوز 5 أيام الأولين من 27 أوت إلى 31 أوت والخمسة أيام الثانيين من 1 سبتمبر إلى 5 سبتمبر في 20 طفل الأولين من مدينة جابس و 20 طفل الثانيين من مدينة الحامة هي الحقيقة معناها الجمعية متاع جابس الفعلة الأعضاء متاعها تلقوا تدريبات في حقوق الإنسان وفي التخطيط الاستراتيجي ومن هنا ابتدأت فكرة أن نعمل نشر الثقافة الحقوقية في مدينة جابس نتنشقوا في هواء ما هوش نظيف نعيشوا للأسف في تربة ما هيش نظيفة مع زادة راهو مش ديما نحس روحنا بركة الضحية رانا احنا زادة مساهمين للأسف وأطفالنا يلزمهم يوعوا بالحاجة هذيك إلى الثقافة فقد اختيرت المخرجة التونسية الشابة إيمان بن حسين مديرة لمهرجان سلام بلا حدود السينما الغناء الدولي مهرجان سيعلن عن دورته الأولى في ديسمبر القادم وهو أول مهرجان عالمي متخصص في أفلام السلام وأغاني السلام على مستوى العالم وسيشمل قارتي آسيا وأفريقيا في ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين وقفة احتجاجية بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس جبهة 17 من ديسمبر تطالب برحيل والي سيدي بوزيد التيار الوطني الديمقراطي يواصل عقد مؤتمره لليوم الثاني على التوالي بهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية هذه النشرة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء